لم تتعرض منطقة في العراق كالدمار الذي تعرضت له مدينة الموصل القديمة، بالإضافة إلى تجريفها بعدما تعرضت له من قصف، وخصوصا مناطق الشهوان والإقلاعات والميدان، حيث تعرضت لتجريف عشوائي لعدة مرات حتى محيت معالم المدينة بالكامل، رغم أن هناك بيوتا لم تكن متضررة جراء القصف أيضا طالها التجريف، والبعض الآخر تعرض للدفن من قبل الجهات الحكومية المحلية في محافظة نينوى. أحد شباب الموصل صور المقطع التالي، حيث يظهر فيه العديد من المنازل التي لم تتعرض إلى الخراب الكلي ومنها صالح للسكن. وحمل الشاب الموصلي محافظ نينوى السابق نوفل العاقوب المسؤولية عن عمليات الدفن والتجريف التي تعرضت لها مناطق في الموصل. دعونا نشاهد. يمشي الطجومي، جينا طبعا الصدمة ما تنوصف. هسه أنا واقف على الطابق الثاني، الطابق الثاني صيغ مستوى الأرض. هاي البيوت الهوني اللي أنا هسه عليها ما بيها شيء، مجرد تدمير جزئي وممكن إعادة إعمارة. الحملة مال المحافظ إيش كن عملوا؟ كن عملوا البيوت العيلية اللي أعلى من عندها، كن نزلوا البيوت كلتها، بحيث هسه هاي الأرضية اللي عاد ترشعوها هاي يمكن ارتفاع 15 متر، بيوت بكامل اندفنت. هسه هذا بيت الجوة هذا ما بينه شيء، هسه التكملة مال البيت جوا انقاض، جوا هاي الانقاض اللي عاد ترشعوها قدامكم. بأي حق بأي دين بأي مذهب المحافظ عاي يعمل هالشكل بحملته؟ يعني هذا البيت ما كان بينه شيء موجود. دخلوا سان على الطابق الثاني ترشعون صايغ بمستوى الأرضية. هاي البيوت اللي اندفنت يعني اشو راح تتعالج؟ ايش راح يقل مصحابها؟ بأي حق دفنها؟ ليش دفنها؟ ما عاد افهم شنو السالفة، منو خولوا هالشكل يعمل بالبيوت هالتخريب؟